لو سمحت ممكن تساعدني في حل كلمات متقطعة؟ ايه باهي لبس. اين يوجد تمثال الحرية؟ مو مصري انا بالحق، مو مصري، ما ننجمش ما نعرفش. انا اسف ما كنتش عارف، ممكن بس اسال تاني بعد اذن حضرتك. ايه عضو في جسم الانسان بخمس صوابع. مو مصري انا يا سيدي، قلت لك انا مو مصري، ما ننجمش ما نعرفهاش. انا اسف باش نقعد هنا باش نريلاكس. سيلفو بلي. عيشه اكتمه. ايوه يا فندم، تحب تطلب ايه؟ باش نفضلوا ماكولات شرقيه. يا فندم كل حاجه موجوده عندنا، بس حضرتك عايز ايه بالظبط؟ خلاص صباح، باش ناخذوا كسكسي بالعلوش مع مرقه بروكلو. خير يا فندم، الف سلامه. شنية الف سلامه على هذه؟ شنية مريض انا؟ اني مريض؟ وين مولي قفي؟ انا حاجتي بمولي قفي. خير يا فندم، بس ايه اللي حصل حضرتك؟ شوف هذه الطفله شنية تقول. يا طفله مزعله الزبون في ايه؟ والله يا عزيز ما عملتش حاجه، ده هو انا بطمن على حالته بس مش اكتر. طب يا فندم انا اسف خالص يا فندم، شوف حضرتك هتاكل ايه وننسى الطفله خالص وانا اجيب لك الاكل بنفسي. يا سيدي انا قتله نحب كسكسي بالعلوش مع مرقه بروكلو. ربنا يبارك فيك يا فندم. مازال يقول لي ربي يبارك فيك. يا سيدي انا ما نبغاش نعرس، انا باش نطلب كسكسي بالعلوش مع مرقه بروكلو. بعد اذنك يا فندم، شوف حضرتك عمال تشتم من الصبح وانا ساكت، وده مكان محترم ما يتقالش فيه الالفاظ دي. يا ربي يا الله على المخبل يا الله. هو الماتش هيذاع على قناه ايه؟ ما فماش ماتش يا سيدي، ما فماش ماتش، انا باش ناكله كسكسي بالعلوش مع مرقه بروكلو، هذول اكله تونسيه. يعني حضرتك عايز تاكل ايه؟ كسكسي بالعلوش مع مرقه بروكلو. كسكسي بالعلوش مع مرقه بروكلو. اوكي سيتنج، روحي جوجل اسأليها على الوصفه واعمليها حالا. يلا اتفضلي يا سيتنج. طيب عشان مش حافظاها. كسكسي بالعلوش مع مرقه بروكلو. اتفضلي يلا اتفضلي. مخصوم منك 200 علوش. احنا اسفين يا فندم، احنا اسفين حضرتك. سفر. اتفضل يا فندم، القرقر بالعلوش اللي حضرتك طلبته، يا رب يعجبك بقى المره دي. شنية هادي؟ شنية؟ فما صوص في راسك انت ولا شنية؟ مش عارفة اعمل ايه حضرتك، انا مش عارفة حضرتك عايز ايه بالظبط. وين مولي قفيه؟ انا حاجتي بمولي قفيه. ايوه يا فندم، مساء الخير يا فندم. انت مولي قفيه؟ لا انا صاحب مولي قفيه. ايه انتوا دوس مولين؟ دوس زي ما حضرتك عايز. اتفضل. افتح لي راسك؟ ها؟ وما تحكي كيما الخايب كيف زميلك، ها؟ طبعا. انا باش نطلب كسكسي بالعلوش مع مرقة بروكلو. صافا؟ انا ما ادري شنيا هذه الطفله شنيا جابت. ما ادري. لا واحده عليا واحده، انا هفهم كل الكلام ده ازاي بالراحه. بس حضرتك طالب ايه؟ كسكسي بالعلوش مع مرقه بروكلو. ما حضرتك اللي مكبر الموضوع يا فندم. الله، ما تشرب كوكتيل وتروح تتعشى في بيتكم مع فوسط عيالك. ايوه يعني. تدري شنو إيه حضرتك ده؟ انت قبيح والويتر قبيحه والخدمه قبيحه. لا 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 من فضلك. لا من فضلك يا فندم، الويتر قبيحه. انا مش قبيح، انا جاي احل لك مشكلتك تقول لي قبيح. اسمعني يا سيدي. ايوه. سقط عليا حسك، ما كانش توا باش نفرلق لك هالقوفي ونعطيك تريحه انت والطفله هذه ما تنجمش تنساها طوال حياتك، ونقلب ليلك نهار وقتها نهارك ازرق يتعدى، ونخليك تمشي تنجم تشوف الطفله كرهبه والعجزه بقدونس. افهمني ولا نحكي زاده؟ اوكي يا سيتنج، لفهم له تيك اواي وحط 2 شاليمون. انت شايف كده؟ طبعا. طب يلا صفا؟ صفا.